في أشخاص أكثر من شخصين عم بيراقبوك، عم أنت أعلى منهم، أنت بمرتبة أعلى منهم، هم نفسهم يوصلوا لهاي المرتبة أو نفسهم يوصلوا لك يعني، فمش قادرين، مش قادرين إنه يوصلوا لك، وكأنك أنت حاطط حواجز أو شغلة بينك وبينهم. أنا بحكي لك هدول الشخصين أبدا مش ناويين على خير، هاي من الأشياء السلبية اللي ظهرت، لكن في مسافة بينك وبينهم اللي هو يعني مش متأثر في الموضوع، وأنت في مرحلة متقدمة وهم لا زالوا يحكوا في أمور بعيدة اللي هي قديمة كتير وعم بلتوا وبعجنوا، لكن أنت ولا على بالك بالفترة الجاي. بالفترة الماضية كنت كتير مأرقينك هدول الشخصين أو الأشخاص، لكن بالفترة الجاي رح تكون كتير قادر على النسيان وإنك تفتح صفحة جديدة خالية من هدول الأشخاص، وعم تنجح وعم يسبب هذا الإشي غيرة من طرف هدول الأشخاص. عم بشوف في إيدك شغلة كانت عبارة عن وهم أو يعني رزقة، رزقة عم تجيك، كان بالنسبة إلك عم بتفكرها صعب كتير بالحصول عليها، لكن عم بتلاقي نتيجة، ممكن يكون كمان تقدم في العمل، في العمل بالفترة الأخيرة عم بتشوفك شخص جديد في تعاملك مع الآخرين، كلهم عم بيطلعوا عليك إنه هل هذا نفس الشخص اللي كنا نتعامل معاه؟ لا، هذا شخص تاني. عم تغير جلدك في هاي الفترة. بالنهاية آخر ورقة طلعت معاي اللي هي أحدث فترة ممكن في العمل والدراسة، وعم تجني ثمار، عم في شغلات سابقة انت عملتها في القديم كنت مفكر انه خلاص انا ما يعني راحت علي وما حاخد النتيجة الحلوة اللي من بعدها، لكن عم بشوفك يعني حاصل على هذا الاشي اللي في بالك. عم بشوف في شخص مندفع تجاهك، لكن انت شوي متأني في الموضوع، شوي عم بتفكر بطريقة اللي هي بطيئة في الموضوع. بحكي لك انه استعجل، لانه الفرص ما بتيجي دايما مثل هذا الشهر او بهاي الفترة. خلينا نشوف العلاقات العاطفية. العلاقات العاطفية إذن أول شيء للعزاب، بعدين المرتبطين اللي هم على يعني على علاقة حاليا مش منفصلين، والأزواج كمان. نحاول نغطي الثلاث بالبداية بعدين بنروح للمنفصلين. حاسة حالي ما خلطتهم منيح. حبيبي برج التور، عم بشوف نفس الشهر الماضي في احتفالية أو بتجهز حالك لاحتفالية معينة، عم بيكون هذا الاحتفال من أجلك أنت، يعني ممكن يكون للعزاب زواج، وكأنه هذا الزواج عم يكون منطقي أكثر من هو عاطفي، ممكن يكون زواج تقليدي أو الشخص اللي معانا عم بيغلب المنطق على العاطفة، عم يدرس الموضوع منطقيا بحت أول شيء قبل شعوره ناحيتك وقبل قلبه، وعم بشوفه يعني عم بحلم فيك وكأنه أنت شغلة كتير أعلى منه أو أحلى منه بحياتك بالمجال اللي أنت فيه، وكأنه عم بده يتخذ هاي الخطوة لكن خايف شوي،
من الأجواء اللي أنت فيها، وكأنه في اختلاف بينك وبينه، في إما الطباع أو مش عارفة، في اختلاف معين، يمكن يكون في العمر، ممكن يكون شخص أصغر منك. هذا الشخص بيميل بشرته للبياض أكثر، للشقار أكثر، أو ممكن عيونه ملونة تكون. شايفه على هيك على حصان وعم، وكأنه فارس أحلامك، فيه شغلات كتير من الشغلات اللي أنت بتحلم فيها. هذا الشخص جاي على الطريق بالنسبة للعزاب، وعم بتشوفك العزاب عم بتقارن شخصين في بعض أو قرارين في بعض بالنسبة للارتباط. عم بتعد مش للعشرة، عم بتعد للمية قبل هذا الموضوع. عم يكون صعب عليك إنك تتخذ هذا القرار، لكن في شغلة حتبين لك أو تنور لك بصيرتك وتتخذ هذا القرار. في ممكن يكون في الليل، يعني هيك بآخر الليل، خلاص أنا بدي أخذ قرار، فبتتصل في الطرف الثاني وخلاص. أنا إما تعبر عن مشاعرك أو تقول له أنا بدي أرتبط خلاص. للناس طبعا، عفوا، للناس اللي عم بيستنوا الاستقرار أو بيحلموا فيه، وانت من زمان بتدور على الاستقرار، بدك تستقر، حاسس انه امورك مش عم بتكون مستقرة 100%. بالنسبة للازواج، عم بشوف يعني عم تحتفل مع الزوج، عم تتصافوا اكتر، في شوية مشاكل كانت قديما، لكن عم بيكون الطرف الثاني وكأنه هيك في إيدك أو خاتم في إصبعك، مش عارف، رح تكون متحكم بالأمور ولكن بعواطف أكتر. عم بتجيبها بطريقة كتير يعني حلوة وشفافة للسيطرة على الطرف الآخر، وفي النهاية عم بشوفك بتسيطر عليه رغم المشاكل اللي حكينا عنها قديما. كنت على أرض مش ثابتة، كنت عم بتحس إنه خلص الطرف الثاني ممكن يفكر بالانفصال، أو ممكن تكون عكسية الطرف اللي هو أنت، لكن في شهر تموز راح تكون الأمور تمام التمام، وراح تحتفلوا مع بعض، أو يمكن ترجعوا الذكريات القديمة الحلوة اللي كانت بيناتكم. الحب عم يتجدد، أنا شايفة، للناس المرتبطين لكن مش متزوجين. في نجاح في العلاقة، في نجاح في أمور عم بترتبها لحتى بالأخير يحصل في اللي هي خطوة كبيرة، وكأنك عم بتجهز لنوع من الارتباط الجدي. قبل هيك كنتوا عم بتطلعوا لبعض بغموض، كانت في أسرار، كان في أشخاص عم في لا شخص واحد كان عم يدخل، كان بعيد وقرب، وعم بشوفه هلأ بعيد في شهر تموز هذا الشخص، لكن عم يطلع عليكم، عم إما بيراقبكم أو حاقد. هذا الشخص موجود بالورق، والمرتبطين اللي مش متزوجين كمان في فرصة قدامهم، ممكن تكون من برج ناري أو برج اللي هو هوائي، ممكن يكون القوس، الحمل، هذا الشخص الجديد اللي عم يقرب، ولكن عم بيقرب بخطوات بطيئة شوي، لكن هو مستعد، هو مجهز حاله، أموره يعني تمام التمام، ما في عنده اللي هو مشاكل شغلات، لا، عم بيكون أموره مرتبة. المشاكل أو التعقيدات اللي كانت في حياته ورا ظهره عم بتبين،
خلينا نشوف المنفصلين والمطلقين من برج الثور. صار في طلاقات بالفترة الماضية لبرج الثور أو انفصالات كتير، كان في عندهم انفصال عن أشخاص أو شخص بالأكثر. يعني الفترة الماضية كانت في طاقة البعد مسيطرة، وها في نزاعات كانت موجودة من قبل. في عم بشوف اللي هو مش طرف ثالث ورابع وخامس، وكأنها علاقة مش ثلاثية بس، لا رباعية وخماسية ممكن تكون، وهذا أفضل من لما تكون ثلاثية. أبراج نارية، أبراج ترابية. الطاقة القديمة عندك، كنت لافف ظهرك وخلص مليت، ما في أمل، كنت رافع السلاح يعني، أو بدك تنتقم، بدك اللي هو كان في نزاعات كبيرة بيناتكم أو حرب، كان في مشاكل كتير كبيرة، وحتى تدخل فيها أكتر من طرف. الفترة الجاي عم بيكون صفاء أكتر في الجو، غيوم شوي وصفاء شوي، وكأنه عم بيصير في أخذ وعطاء بينك وبين هذا الشخص. عم بحكي للمنفصلين اللي هم الحديثين، إما من أشهر أو من أسابيع، لكن اللي من سنين بتكون الاحتمالات عندهم أخف في الرجوع لشخص قديم. إلا للمطلقين ممكن يكون في اللي هو حكي على أولاد، اتفاق معين، في فلوس بالموضوع، عم بتنحل هاي المشكلة وبتروح لصالحك، يعني عم تكون راضي في النهاية أو قنوع مهما كانت النتيجة، رح تكون مبسوط. آخر إشي بين عندي إنك الطرف الآخر عم بيكون وصل لقوة معينة إنه ياخذ خطوة نحو الأمام من بعد اللي هو خلاص يعني انتهت الأمور بيناتكم، وصار في استحالة إنه ترجعوا، لكن في حنين وشغف من الطرف الآخر من أول ما تركته ولحديت هلأ عم يستمر الشغف والحنين. إذا في فرصة للرجوع لبرج الثور، عم بيشوفك قوي كتير ورح يرجع رح يرجع بأمور حلوة أو خبرية حلوة بتخليك خلص بدك تضلك معاه على طول. من بعد كل هالصراعات والهذا كله بترموه ورا ظهركم، وأكنه في كمان قبل الرجوع في عم توصلك مسج منه، أو عم بيكون في تواصل، يعني اللي هو رجوع شوي شوي، مش الرجوع المفاجئ إنه خلاص إحنا رجعنا كذا، لا بشوفك عم وكأنه، أو الطرف الثاني عم بيكون حذر كتير بالخطوات، راجع لكن راجع ببطء. ممكن أول شيء تكون بداية العلاقة اللي هي ألو كيفك كذا، بعد أسبوع أو بتتطور شوي، وهذا عبارة عن تخطيط منك أو من الطرف الثاني إنه تبلشوا مرحلة جديدة صافية وتحاولوا إنه تحلوا المشاكل اللي بيناتكم اللي سببت هذا البعد. هذا أكتر إشي مبين بالنسبة للمنفصلين. خلينا نشوف إذا في نصيحة من الكون أو من الطاقة الكونية لإلكم لبرج إذن الثور.
لبرج الثور. إذا شو النصيحة بالفترة الجاي اللي هي شهر يوليو؟ بحكي لك حارب، حارب كرمال الشغلة اللي بتحبها، ما تضلك قاعد. ما تضلك قاعد واعمل مبادرات. أنا بحكي على جميع الأصعدة، هاي نصيحة على الصعيد الشغل والدراسة والعاطفة. بقول لك ما تضلك قاعد لأنك عم بتضيع فرص. كون بالفترة الجاي متخذ أو صانع قرار. ما تضلك بطاقة اللي هي الحيرة، لا، خد امشي. الحظ معك هاي الفترة، فانطلق بالمشاريع أو بالمشروع اللي انت يعني حابه، رح تنتهي بنجاح ولصالحك. فمن بعد ركود عم ببشرك الورق بأنه في كتير نجاحات على الطريق، لكن نجاحات مبنية على قديش انت رح تاخد خطوات، ما رح تجيك هيك من الباب للطاقة. نشوف اذا في كمان يعني هيك ورقة إضافية. عم بشوف بحكي لك انه رح تكون سعيد في النهاية، فما تغلب حالك كتير بالطاقة السلبية والتفكير والتشاؤم. الفرح جاي، بحكي لك ودع ودع المشاكل وكذا. انت بتصنع السعادة في ايدك بالفترة الجاي، وهي جاي هي جاي. اذا ورق كتير يعني حلو، خلينا نحكي بنسبة 80% لبرج الثور حبيبي. اذا ورق حلو، وجود لك لكم كلكم حبايبي.